الساعات الفلكية الشمسية يرجع تاريخها إلى 3000 عام قبل الميلاد، أي العصور البرونزية، وقد وجد منها في الأردن 4 ساعات، ومنها هذه الساعة الشمسية هنا في مسجد الأبزاق في منطقة وادي السير. هذه الساعات الشمسية وهذه التقسيمات الهندسية الموجودة فيها تشير إلى مواقيت الصلاة، منذ صلاة الفجر إلى صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وحيثما تكون الشمس ظاهرة يكون هنا قضيب معدني، وهذا القضيب ينعكس عليه ظل الشمس، فيسير هذا الظل على تقسيمات الساعة فيعطي المواقيت، ثم تغيب هذه الساعة بدخول الليل لأنها ساعة شمسية، وبالتالي كانت تسمى مزولة، أي بزوال الشمس. انتقلنا الآن إلى منطقة القسطل، ونحن في هذا المسجد المتميز الذي يرجع إلى فترة الخلفاء الراشدين والعصر الأموي، وهذا المسجد بجوار القصر المسمى قصر القسطل، وهنا كان يأتي الخليفة الأموي للصلاة في هذا المسجد، ولذلك عثرنا على هذه الساعة الشمسية المزولة، وقد نقلت من خارج المسجد إلى داخل المسجد، وهنا التقسيمات الهندسية وعمود الظل الذي كان مثبتاً في أعلى هذه الساعة الشمسية. كانت هذه الساعة الشمسية التي يصلي عليها الخليفة والمسلمين والحجاج الذين كانوا يعبرون من منطقة القسطل على طريق الحج الشامي. انتقلنا الآن إلى وسط العاصمة، وهنا توجد ساعة شمسية في وسط العاصمة أيضاً، وهي عملت بتقنية قديمة بأسلوب حديث. الساعة الآن الواحدة تقريباً ودقائق، وهنا على الساعة الشمسية الفلكية الواحدة ودقائق، وبالتالي هذا من الإرث الحضاري لمدينة عمان التي كانت تسمى قديماً مدينة فيلادلفيا، وهي ساعة تاريخية تضفي للسياح بهجة في زيارة وسط العاصمة.